عبد الله من الرياض، تفضل يا عبد الله. الو، السلام عليكم. عليكم السلام. السلام. اكلم الشيخ الله يتوفاه ولا اعطيك سؤال. تفضل. زوجتي انا وياها واقعين في مشاكل، المرأة وعندي بيت فيلا يعني، وتقول اكتب لي نص البيت، وانا مريض وعندي ولد، هل يجوز اني اكتب لها نص البيت؟ ما يجوز اني اكتب لها نص البيت وانا باقي حي. طيب شكرا. الله يا اخي هذا راجع لكم، تصلحون من بينكم، وهي لا يجوز لها الضايق بها الى هذا الحد. والبيت اذا لم يكن لك بيت غيره او انه مصدر رزق لك، فانك لا تكتب لها منه شيء، تضيق على نفسك. نعم.